اسمع هالمقطع اللي بدي اقول لك اياه يا عبد الله. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تعطي حسناتك لغيرك، اوعى تعطي صلاتك لغيرك، اوعى تعطي حجك لغيرك. هذا مقطع، هذا مقطع. اوعى تعطي صيامك لغيرك، اوعى تعطي قيام ليلك لغيرك، اوعى تعطي وصل رحمك لغيرك، اوعى تعطي ذكرك لغيرك، اوعى تعطي قراءة قرآنك لغيرك، اوعى تعطي حجك لغيرك، اوعى تعطي عمرتك لغيرك. هذا اللي عامل، كيف اللي مش عامل؟ هذا اللي عامل كل هدول، شو قال عنه النبي عليه السلام؟ مفلس، مفلس. ليش؟ لأنه ما حنش على خلق الله. ليش؟ لأنه اعتدى على خلق الله. ليش؟ لأنه استفع خلق الله. ليش؟ لأنه أدخل الغطاء على خلق الله. اوعى تكون منهم، اوعى تاخذ كفرهم، اوعى تاخذ سيئاتهم، اوعى تاخذ كذبهم، اوعى تاخذ سكرهم. والله إذا عملت كل هذه الأعمال وما حنيتش على خلق الله، وما رحمتش على خلق الله، وما شفعتش على خلق الله، وما دخلتش السرور على خلق الله، وما رحمتش على خلق الله، ولو صليت ولو حجيت ولو اعتمرت ولو صمت، أنت شو يا جابر؟ مفلس. شو يا أبو صلاح؟ مفلس. مفلس الحج؟ حج 10 حجات ومفلس. بقوم الليل ومفلس، بيصلي الفجر ومفلس، بيقرأ القرآن ومفلس، بذكر الله ومفلس، بيوصل الرحم ومفلس. طب كيف اللي ما فيش أعمال وبيعمل هذه الأعمال؟ مفلس على مفلس. اوعى يا عبد الله تطب في خلق الله، اوعى تطب في خلق الله. أنو المفلس؟ عمرهم جاوبوا الصحابة أدبين، قال المفلس الذي لا درهم ولا هو ولا متاع. قال المفلس من أمتي. مش مفلس يأتي بحسنات، يأتي بصلاة، يأتي بصيام، يأتي بحج، يأتي بعمرة، يأتي بقيام ليل، يمكن يأتي بصلاة فجر. مع إنه يعني الناس العاصين بتوفقوش لهذا الإشي، يعني الماكلين حرام بتوفقوش لهذا الإشي، والله بحول فطوله وبعود بخبط حاله في الأرض. ليش المعاصي بتهد؟ معقولة تعصي الله في النهار والله يشرفك في الليل؟ شو قيام الليل؟ شو اسمه قيام الليل؟ شرف المؤمن وعزته استغنى عن الناس. اوعى تفكر واحد عدو لله بحافظ على صلاة الفجر، بحافظ على قيام الليل، بحافظ على ادخول السرور على قلوب خلق الله. هذا مش كل واحد بتوفقه يا اخواني.